سلام الجمهورية اللبنانية، سلام سلام. قبل محمد محسن من الحرس الجمهوري، حرس الشرف جاهز للتفتيش يا فندم. Thank you.
الشرف لتحية الرئيس الضيف، وأيضا عزفت الموسيقى السلامين الوطني اللبناني والمصري. بعدها صافح العماد ميشيل عون كبار مستقبلي وتوجه مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث من المقرر أن يكون هناك جلسة مباحثات ثنائية إضافة إلى جلسة موسعة أيضا بحضور وفدي البلدين للتشاور والتباحث حول مجمل الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك فيما بين البلدين. نشكر لحضراتكم حسن المتابعة ومتابعة مع حضراتكم باقي الفعاليات على مدار اليوم.